N بتساوي 30 floors above ground. مباشرة لما نشوف إحنا أكثر من 20 نبدأ نشك إنه ممكن يكون في عندي زونينج. تمام. سوفيتل قديش كان يا يزن؟ الزون؟ كم عدد الطوابق؟ طوابق ما بعرف صراحة. بس يعني فوق ال 20 يمكن. كثير. كار كاباسيتي، هلا الكار كاباسيتي راح أخليها على جنب ما راح أستعملها. بس راح أكتبها هون. دي اف بتساوي 4.5 متر وايكول كل الفلور هايتس ايكول. هلا السبيد ما رح ناخذها من هون، السبيد رح ناخذ في 1 وفي 2 وفي 3 اكوردنج تو هارنت بلين. اي بتساوي 1 متر بير سكند سكوير، جي بتساوي 1 متر بير سكند كيوب. هلا ممكن تبدا ترفع هاي شوي لما بكون عمارات كثيرة، ممكن هذا نزيده شوي ل 1.5 بس مش أكثر من هيك. تي بي بتساوي 1.2 وهذا بشمل ان اند اوت. تي دي او زي دائما 2 سكندز، تي دي سي 3 سكندز. وحطينا الادفانس اوبننج، تي ادفانس اوبننج كان عندي 0.5 سكندز و T start delay 1 second. U بتساوي 600 بس هاي نسبيا طبعا population قليلة لعمارة زي هيك، 600 قليلة لأنه 600 إذا قسمت 600 على 30 قديش عندي بالطابق؟ تقريبا 50 و equal floor populations. والتارجت انترفال 30. اوكي اذا هاي البارامترز الهاي، والمطلوب انه نعمل ديزاين ونفحص الاي تي تي. هلا خلينا نبدا بالسرعات، حد يطلع كالكوليتر. بدنا نلاقي هلا التوتال ديستنس، التوتال ديستنس هي 4.5 في قديش؟ في 30. اذا دي بتوين تيرمينال فلورز بتساوي 30 في 4.5، 34 120 و15 135 متر، مضبوط؟ عندي هلا 135 بدها تساوي او عفوا دكتور الشغل. نعم تفضل. 30 طابق و600 قليل، 50 بالطابق، 50 بالطابق. ممكن يكون مثلا شو خصك 20 كمان بالطابق. اسف 20 منخفض. هلا احتمال يكون سكني، هذا سكني يعني مش اوفيسز، منخفض صحيح. ناخذ هلا هون بدنا ناخذ اول شيء ناخذ على في 1، ففي 1 راح ناخذها راح نعتبر انها اقل سرعه في 1، فراح نقول 30 بدها تساوي 135 على في 1 زائد في 1 على 1 زائد 1 على 1. فبتصير عندي هاي المعادله، هاي بتصير في 1 سكوير، هاي بتصير في 1 في، وهاي 30 في بجيبها هون بتصير ناقص 29 في 1، واخر شيء زائد 135. مضبوط المعادله هيك؟ فبصير عندي V1 بتساوي بطلع لها قيمتين 5.82 23.17 رح نهمل 23.17 لانه واضح انه هاي ما بتحقق الريتد سبيد اتيند بين فلورز، يعني حتى لو هو بنتقل 30 طابق مش رح يوصل التوب سبيد، فاكيد مش هاي اللي احنا بدنا اياها، هذه اللي بدنا اياها. هلا هاي بدنا نعملها راوندينج اب. شو كان احنا قلنا الستاندرد 6.3، فبناخذ في 1 بتساوي 6.3 متر بير سكند، هاي بريفير هاي في 1. ناخذ في 2، في 2 بتساوي 25 135. رح تكون نفس المعادله بس رح يختلف فيها، بدال 29 رح تكون 24 مش هيك؟ فبتصير عندي في 2 تربيع ناقص 24 في 2 زائد 135 بتساوي 0. إذا V2 بتساوي 9 و15 والثاني 15 متر سكند. راح نهمل 15 وناخذ 9، هلا 9 ما في عندي، في عندنا 10. V2 بتساوي 10 متر بير سكند. هلا صحيح أنا ما راح أروح على السرعة الثالثة، أكثر من 10 متر بالثانية مش رقم منطقي، فراح نكتفي بهدول السرعتين. راح ناخذ السرعات اللي راح نستعملهم، V1 بتساوي 6.3 متر بير سكند، V2 10 متر بير سكند. رح نجرب السرعتين هدول نشتغل عليهم، اوكي؟ اذا هدول هم السرعات رح نشتغل عليهم وندخلهم في السوفت وير.